عسلامة مدام. عسلامة، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، عايشك الحمد لله. نتعرفوا عليك. اسمي مونيا. فهمت. مرحبا. عندي مغازة متاع كيرا ملابس الافراح. ملابس افراح؟ اي. فما خدمة ولا لا توا؟ لا، ما عادش كالعادة، نيمش يعرسوا، ما عندهمش مساكن العباد باش يخدموا، فماش شباب ما فماش خدمة، فماش عرس. فما تراجع معناها، وبتبيع كي تبدا عندك تراجع في ملابس الأعراس، عندك تراجع في ملابس الحضارة. نصير في كل شيء. اش باش نقول يا ربي، احنا كل عام نقولوا هاو العام هذا خير، واحنا ماشيين أكثر وأكثر. من الثورة وأنت جاية، من 10 سنين وأنت جاية لهوني العام أخي من خوه. قبل مدام اللي يحب يعمل بروجي، يعني فما برشا افكار في ظل الوضع الراهن، معناها الانسان المقبل على فتح مشروع ولا يحير شنو باش يعمل؟ يحير على خاطر ما عادش فما امكانيات في تونس. توا تونس كي يلقى واحد باش ياكل ويشرب ديجا كاين ودرا شنو يعمل، ما عادش يخمم في حاجه اخرى. الصباح يخمم كان في الماكله شنو باش يعمل، كيفاش باش يشري، كيفاش باش يخلص الماء الضو، خاصة العباد اللي كاريا الضوء والماء والكري، معناها كي يخلطوا عليه هذوما راهم بالكدي، ما عادش حتى اللبسه مساكن يسخفوا. تراجعنا برشا برشا برشا، وهاك ترى فيهم العباد الكل وجوها حزينه، لهذا خايف مش عارف وين ماشي. كنا باش نحكيو فيه انه وجوه العباد تعبه تعبه على الاخر، العباد الكل تعبين، العباد الكل تخمم، وساعات هكا تمس واحد يتنطر عليك تلمو ستريسي ستريسي خاطر الوضع راهو صعيب. الحاجه الباهيه انه ما عادش نلوموا بعضنا ياسر، مثلا شبيك تغششت في ساعه، شبيك ما هزيتش عليا، شبيك ما جاوبتنيش، كل واحد ولا ما عادش هامه في الموضوع هذا. ولا كل واحد قلت لك انا ملي يقوموا الصباح مساكن يبداو يخموا على الطنجره هذيك، وعلى صغارهم وعلى قرايه اولادهم وعلى الضو وعلى الماء، ما عادش عنده، ما عادش يهمه جاه ولا ما يجيش خير. يقول لك كي باش يجيني ضيف يحب لك مصاريف، ولا كل واحد شاد الدار وحده. فهمتني؟ مع ستريس معناها اليومي، ولا الانسان ما عادش ماذا به يجي ضيف ولا هو يمشي الضيف؟ كنا قبل معناها ضيف تجي نمشي، والروتين مدام الروتين ياسر يقتل. وزاد شنو تاثيره على العبد اللي يخدم خاصه؟ ياسر ياسر، تيتي من الصباح نقوم روسنا توجع فينا، واحد تقول انت يرقد باش يرتاح يقوم مريض، ملي يقوم الصباح مريض، عندي غير بيت يخدم في خدمه اخرى في الليل. ما عادش فما وقت للترفيه او ما عادش فما فلوس؟ الاثنين، سيرتو الفلوس. حتى ساعات تلقاه واحد يخدم سيكني يدبر في خدمه اخرى باش ينجم يوصلش، يولي يقصر في برشا حاجات. فهمتني؟ يولي يقصر، واللي عنده مسكين معناها حتى اللي عنده شهريه هو مرته تلقاهم قد باش مصروف تو هاك ترى اقل خرجه قدش تتكلف، يولي يشد روحه ويقعد في داره هكا، يولي هذاك ينتج عليها وكما مشاكل وينتج عليها غش وما عادش كيقبل وكا. روتيني ياثر ياسر سوا على اللي يخدم او على اللي يقرا يعني، والا حتى البطالي قاعد في الدار ما عندوش فلوس باش يخرج. ان شاء الله ان شاء الله ربي يجيبها على خير وكا هاو، ان شاء الله ربي يجيبها على خير. اش باش نقولوا؟ ان شاء الله غدوه خير. هاشتاج غدوه خير، خير من تعب العبيد. ان شاء الله يا شويه تفاؤل، خاطر نشوف معناها هكا في العبيد ديك اللي قعدت متشائمه شويه معناها. ان شاء الله مع شويه شتاء اللي صبت مع الكل الحمد لله، ان شاء الله يزيدنا شويه السياحه والكل، ثم تتحرك الامور مع السيد الرئيس ينحي في الفساد والكل، قدره ربي ان شاء الله غدوه خير وكا. ان شاء الله ان شاء الله غدوه خير. انت مدام كيفاش تكسر الروتين نتاعك؟ والله ما لا نكسر فيه حتى بالقضيه، راه ساعات واحد يكسر الروتين يمشي يعمل لك ميناج في الدار، هذيك هو يعمل ميناج ويمشي للفريب، يمشي للفريب ينحي شويه ستريس. الراحه النفسيه والله ينحي شويه ستريس معناها، وما عادش كيقبل الفريب زاد الفريب يلقى قطعه حلوه، عرفت سي نحي له ستريس الكل. الفريب كيفاش قلت لي مدام؟ ما عادش كيقبل زاد الفريب، ما عادش كيقبل، ما عادش غلي وما عادش كيقبل، ما هو ما عادش كيقبل من ناحيه الصوم والكاليتي. لا ما عادش، ما عادش اليوم ولينا نلقاو دي بون كاليتي في الفريب. اي ما الصوم غالي برشا، غالي فهمت، اوكي نحي شويه ستريس يلقى شكلك ديس يعمل عليهم جو كاو. فهمتني؟ المراه بالحق، المراه راحتها النفسيه في الفريب خاصه المغرومين معناها، هذيك هي وين عندها تمشي مسكين، من مرشي تتعدى تعمل دوره في الفريب وتروح، هذيك هي بتجيب جيرين والكل حكايه فارغه راهو الجيرين، ما عادش العلاقه مع الجيرين كما كانت قبل، ما عادش كل واحد في روحه والعباد على اعصابها، ما عادش ما عادش. الناس كل تخدم وليت راهي تجري، الناس كل تجري ومن تقوم تخمم، ما عادش باش تقعد هكا تعمل جو وكويستي وقهوه. تشوف انت باش تعمل كيستي في الدار وقهوه اش باش يتكلف لك؟ تقول انت خل نسكر بيبي هكا الاخضر مقطوع مدام مقطوع وهات القهوه
كي تلقى شويه خبيه لروحك، بتجيب تيجيرين تقعدهم الكل، تقول خليهم لي غدوه ولا بعد غدوه احسن. معناها التونسي ولا يحسبها بالقدا، مسكين ربي يعينه وربي معاه بالحق. عبيد تخدم نساء ورجال، معناها ان شاء الله ربي مع الناس الكل. ان شاء الله غدوه خير وكهو ان شاء الله، ما التونسي بالحق يحسبها بيان ولا. نحب نعرفوا مدام من خلالك انت كيفاش المراه التونسيه تعدي نهارها، المراه اللي تخدم وربت بيت. تقوم الصباح تلهي بصغارها، توصلهم يقراوا، تمشي تخدم مسكينه تجري، تروح بهم، تحط تقري، زيد تحط العشاء، طيب العشاء، في الليل زيد تعمل فركه صابون كان عندها اولاد باش ما يقعدوش زاده بلاش حوايج. النساء ولاو يغسلوا فيه في الليل. اي وما عادش برشا يخدموا في الماشين، شويه على الضوء، وشويه زيد اكيد ما عندهاش برشا حوايج، لازمها القطعه اللي تيح تغسلها. باش في ساعة تشيح. أما الماعون زيد عرفت؟ لا. كيس تغسلوا بالوقت يعني. أما كان باش تخلي صابون جمعة كاملة، واش باش تلبسهم هك الصغار؟ ولات اللي تيح يلزمها تغسلوا، ما يجي الليل كان مسكينة ما عادش فيها. وهذاك هو يمد غدوة كيف وكهو. المرأة مسكينة طيب وتقضي وتقري في الصغار. ياسر والله ياسر عليها. علاه ما يقسموش الأدوار ما بين الأم والأب؟ فما رجال مازالت عندهم هك الفكرة اللي المرأة تعمل كل شيء. مازال فهمت، فما رجال الله يهديهم وكهو ان شاء الله في المستقبل يوليو جيل طالع جديد يوليو خير وكهو فهمت. معناها الراجل التونسي ما يعاونش زوجته ساعه، نسمع ساعات يجيني راجل يقول لي راني مرتي تعبه نعاونها الحقيقه. مش برشا نجم تقول لكم 10 و15% اللي يعاونوا، باقي الكل. كيفاش المراه تقنع راجلها انه باش يعاونها، معناها بما انها هي تعاون فيه على خدمه الشارع هو يعاونها شويه على خدمه الدار. من الاول مش هي من الاول هكا تعلم ويجي يلقى الفطور طايب والمعون مغسول والدنيا مقدوده، وبعد تحب هي تقول له معناها اجا عاوني. لازم من الاول، ولازم زاد الام، هي اجا نقول لك الام درجه اولى، الام تعلم اولادها هما يبداو من الصغرى يريقلوا فروشاتهم، يغسل الصحن اللي فيه، يغسل الكيس اللي يشرب فيه، تعلمه يمشي هذاك في دم، ونهار اخر ما يعملش على المراه، خاطر هو كي يلقى امه عملت له كل شيء يحب المراه تعمل له كل شيء. اكيد الراجل اللي دلته امه حياته كامله ان شاء الله ربي يفضل هيلو بيان سور، خاطر الراجل اللي يحب امه ومدلته يعني يحب مرته نهار اخر. يحبها اما زاد كي دلو ما يعمل شيء، ما يولي حتى هو ما يعرف يعمل شيء، لا يعرف يطيب لا يعرف يغسل معون لا يعرف هاد شيء، اما هي من الاول تربيه يعوض يعمل على روحه يكبر كيف كيف. 30 سنه متربي مع ام وتدلل فيه وتوكل فيه وتشرف فيه يعني. جي انتم الجيل الجديد، وري اولادكم تو تربي رجالكم يوليو سبا ان شاء الله. خلي لك الكلمه الاخرى مدام. ديما نقولوها ونعاودوا ان شاء الله غدوه خير، ان شاء الله في وجه الشباب تتحل البيبان الكل ويخدموا دور الدولاب في تونس ونوليو لاباس وكهو، ان شاء الله غدوه خير. يعطيك الصحه مدام. سلامه.